النادي الاهلي انا افتكر يا بركات لو فاكر بعد مباراه الصفاقسي بعد ما خلصنا الماتش فكابتن حسن والكابتن خطيب الكابتن حسن كان رئيس النادي كابتن حسن حمدي كان رئيس النادي وكابتن خطيب كان نائب رئيس النادي في ذلك الوقت وكانوا متواجدين معانا في البعثه بعد ما خلصنا الماتش فاكر قال لك اجتماع الماتش الاولاني الماتش الثاني لما كسبنا البطوله لا ما عملوا انا لعبت انت ما جيتش هناك صح ما جيتش هناك فهناك عملوا ايه لما عملوا اجتماع بعد الماتش على طول يا دوبك رحنا الاوتيل واجتمعنا وعملنا وبتاع فقعد معانا كابتن حسن وكابتن خطيب فاحنا قلنا بقى ايه هيقول لك يلا يا جماعه مكافئات كذا وبتاع قال لك المكافئات طبقا لللائحه هنديكوا حاجه زياده لو شفنا اللائحه كويسه وبتاع هنعمل لكم حاجه زياده لان لازم تمشي تبع اللائحه ودي اولا ثانيا مبروك الماتش خلص كاس بقى في الكاس بقى في الدولاب خلينا نفكر في اللي جاي كان عندنا مباراه مع حرس الحدود على ما اتذكر والناس كلها كلمتنا على مباراه حرس الحدود نسيو الصفاقسي مش نسيو لكن هو النادي الاهلي كده ان انت كسبت بطوله خدت البطوله اقفل على الدولاب وفكر في اللي جاي طب دوت يعني انت بتقول الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب طب ومستر مانويل جوزيه كان يقول لك الكلام جمله بتاعته المشهوره كان يقول لك ايه خلاص بقى فين في المتحف في المتحف في المتحف فهو ده خلاص انت لو هتقعد تفكر وتعيش في نشوه البطوله وخلاص افرح بس ما هو انت خلصت البطوله ديت انت داخل في بطوله ثانيه والماتش اللي جاي ممكن يكون في بطوله ثانيه خالص مختلفه فانت ايه الفكره ان انت بقى يعني فرحتك بالماتش هتنسيك بطوله او بطولتين كمان وانت اتفقت ان انت دلوقتي المفروض كلاعب في النادي الاهلي المفروض ان انت بتلعب على كل البطولات اللي بتشارك فيها مظبوط زي ما ركزت في دي هتركز في دي انما لو ركزت في دي وما ركزتش في الاثنين دولت هتخسر الاثنين دولت انت دلوقتي لما بتيجي بتطلع ببطولات كتير يقول لك النادي الاهلي خد مش عارف في السنه دي ثلاث مثلا اربع بطولات تحس ان هو وقعها على الجمهور في وقت من الاوقات حتى لو الجمهور سعيد وفرحان بس بالنسبه للجمهور برضه خد بالك بتبقى وقعها عادي شويه لان جمهور النادي الاهلي من سنين طويله من الجيل الحالي اللي بيلعب دلوقتي والجيل بتاعنا والجيل اللي قبلنا واللي قبلنا الاهلي طول عمره بيجيب بطولات يعني النادي الاهلي بكل الاجيال وبكل اساطيره بيجيب بطولات بس هو اهم حاجه في الموضوع الاستمراريه وكله بيسلم بعضه فهي هي دي الفكره ان انت لازم بتلعب على كل حاجه فانت غصب عنك هتفرح وهتحتفل وانتهى الموضوع لان حصلت قبل كده سيد في ماتشات كتير دايما بتلاقي الفرحه ودي حصلت معانا برضو ما ننكرهاش ابدا زينا زي اي ناس لان احنا في الاخر برضو طبيعه بشريه يعني بني ادمين ساعات بنسرح مع نفسنا بزياده ويبقى دايما بيبقى اسوأ ماتش بنلعبه بعد ما تاخد بطوله بعد ما تاخد بطولة. تلعب ماتش وتبقى مكسر الدنيا وتاخد بطوله وتيجي تلعب ماتش بعد كده تبان بمظهر يعني سيء جدا فده برضو كان بيبقى من ضمن التاثير بتاعنا اتفرجت على ماتش الصفاقسي فينا بركات في البيت عندي في البيت في البيت كنت انا عملت ايه اخويا احمد طبعا يعني بص طبعا يعني انا طبعا فضلت اخبط صدق انا عمري ما سالتك السؤال ده يعني انا فضلت اخبط دماغي في الكنبه اللي انا كنت قاعد عليها مش مصدق بصراحه يعني بص رغم ثقتي فيكوا واحد وفي كل حاجه ولحد الثانيه الاخيره وي كده بس هو سبحان الله الماتش ده يا اسلام فعلا يعني هو ربنا تحس وانت قاعد بتفرج كده هو ربنا شايل لك يعني شايل لك حاجه شايل لك حاجه يعني حاجه كويسه بس خلاص التوقيت ما بقتش خلاص بقى مش مس... يعني يعني خلاص بقى ايه فرطت حتى مني في التوقيت اللي هو اللي ممكن يجي فيه انما الماتش كان ماشي في سكه يعني لا فاكر اللحظه نفسها يعني الجون دخل انت كنت قاعد انت واحمد على الكنبه مثلا وبعدين احمد كان معاه كان كده في ايده طبعا اترمت في الحيطه طبعا دهنا حيطه من اول جديد انا فاكر انا ما كنتش مصدق نفسي خالص لان كان الموضوع بعيد ولحد يعني لحد ما الكره ده يعني انا حتى ردت فعل لعيبه الصفاقسي هي اللي ادتني احاجه ان الكره جت جول محتاج حد يفوقني ان الكره اما شاطها ابو تريكه على الطاير على طول شماله ومش معدول وهي نازله وخد القرار مشادي بيقول لك انا اللي عملت الجون ده وبيحسبها التشليته دي جول لازم فهي لا بس بص يعني كام يعني بص شادي عايز خلاص ما فيش وقت فعايز ينقل الكره طبعا لا انا وشوف كل واحد ناطر ما خد بالك برضو يعني
هو كل واحد ناطط هو طالع عامل جنب عايز عارف يعمل ايه. هو اللي عايز ياخد الكوره على الاقل المس هنا يعني انا انا اللي هاخد الكوره دي انا اللي هحاول. ايوه فده اللي عمله متعب ودوت اللي عمله فلافيو لحد ما جه قرار بتاع ابو تريكا امشيت الكوره مع ردة فعل لعيبه صفاقسي اللي هم وقعوا على الارض ومسكوا دماغهم وكده ده جول. حسيت ان ابو تريكا بيجري والدكتور ايهاب قافش فيه وقاعد يا عم ايهاب سيبه خلاص سيبه يفرح يا عم ايهاب بس لا يعني طبعا كانت فرحه لا سيد ممكن تاخد قرار زي اللي خده ابو تريكا ان انت الكره تجيلك على يمينك وتشوطها لا هو في وقت زي ده يعني ابو تريكا يعني عشان كلنا عارفينه ولعبنا معاه هي النقطه هو عنده حاجات يعني الحاجات المباشره دي هو متعود عليها يعني ممكن بيمينه اكتر يعني طبعاً. انما بشماله قليله شويه انما التوقيت بتاعها يعني اي حد طبيعي هيوقف ويضمن يعني في التوقيت ده بالذات هتبدا تفكر 50 تفكير انما انت تاخدها سلام. واحده وتروح بالشكل مين ده مين اللي بيفرق اللعيب الكبير قوي عن اللعيب العادي عن اللعيب مش العادي لا اللعيب الكبير كمان بس صح. يعني مش الحاجات زي دي مش في الحاجات النهائيات دي صح هي دي هو الراجل من كتر يعني ما هو واثق في نفسه وهو ان هو عارف امكانياته هي جايه واخد قرار عم هعمل كده انت الموضوع انت بس لما بتيجي مثلا هتسال 100 واحد انت لو جات لك 99 هيقول لك 99 لا هيقول لك لا يعني انا مثلا انا ما اخدش الريسك ده أنا برجلي العكسيه دلوقتي انا لا انا هقول لك ايه انا اقول لك اخر هجمه في الماتش طب العب المضمون هوقفها واستنى واحد كان هياخدها ويجري بيها يعني فاهم في 100 تفكير هو ما فكرش هي هو نازله ودوت اللي بقول لك اللي بيفرق اللعيب السوبر ابو تريكه طول عمره لعيب سوبر عشان كده خد القرار وربنا كرمنا اولا بقى يعني بص بقى يعني غير بقى فاكر في اول حلقه وانا بكلمك حتى في ايه وتريكا يعني شخص محترم طبعا قريب من ربنا في كل الصفات الكويسه اللي يتمناها مدرب انك انت يبقى لعيب كره عندك او في نفس الوقت ايه او واحد صاحبك او واحد زميلك او واحد معاك في الشغل يعني في الصفات دي كلها صح فهو عشان في الصفات ديت كده وخد القرار هو ربنا كرمه يعني ربنا كرمه عشان هو قريب من ربنا وبالتالي اما ربنا كرمه فرح بقى ايه شوف ناس قد ايه بس انت عملت كره زي دي يا بركات في 3-3 ماتش الاهلي والزمالك 3-3 هو في الدوري طبعا مع الاختلاف لا طبعا بص يعني كره الاخ بس برضه انت بس انت قراراتك في الحاجات دي قراراته لا بس انا بس دي قراراته لا انا خدتها بس دي قراراته ان هو ياخدها ويشوط ويعملها دي انا من اول ما انا باخد متعب بيوسع لي الكوره في 3-3 من هو راح ياخد الكوره انا واخد القرار ان انا هاخدها منه مش هديله فرصه ان هو يعني خلاص ليه لا. يعني ايه التفكير اللي جالك انا جالي ايحاء انت هتجيب جون ان انا هجيب جون وانا كنت واخد الكوره في وشي وكنت دايخ وكنت على الخط فكان ايهاب بيسالني كان بيقول لي طب هتكمل انت مش قلت له انا هجيب جول قلت له سيبني بس انا حاسس ان هجيب جول فما جت الكره دهيت ومتعب صدها عب واحد في الاول فايام ما جت لي انا خدت قرار ان انا هروح اخد الكره دي من متعب كده وهخش اكسر بيها على يميني وهشوط فهي مشيت الدنيا برده بالنسبه لي بطريقه كويسه وكان جون طبعا يظل جون من الاهداف الغاليه لانه طبعا في نادي الزمالك نادي كبير طبعا فيظل من الاهداف اللي بالنسبه لي انت بتتكلم برضه يا اسلام انت سالت بركات على الاستمراريه يعني بكل امانه الجيل الحالي الموجود في النادي الاهلي كان محتاج البطوله دي يعني بطوله افريقيا بالذات لان فرقت معاهم بشكل كبير الجيل ده مثلا لعب 2 نهائي وخسرهم فكان هيبقى 3 كتير جدا يعني كان الموضوع هيبقى صعب يعني حتى المقارنات هتبقى جوه النادي الاهلي صعبه انما دلوقتي لا هو الجيل ده حط نفسه في ضمن الاجيال اللي حصلت على بطوله افريقيا حصل على الثلاثيه في سنه واحده ونقطه كان بيتكلم فيها بركات ان انت بعد البطوله ممكن بعدها بتعمل ماتشات مش كويسه الجيل ده عمل حاجه كويسه برضو ان هو خد الكاس بعدها على طول يعني ممكن البطوله دي لو خسرتها كانت هتضيع مش هقول فرحتك الكامله بس كانت هتضيع جزء من الفرحه انما انت تاخدها وتكمل الموسم على كده اعتقد لا يعني زي ما قلت لك الجيل ده كان محتاج بطوله زي بطوله افريقيا بطوله كبيره تتكتب باسمائهم واعتقد ان هم قدامهم فرصه ان انت يعني انت عندك الاعمار الموجوده في الفرقه اعمار معظمها مش كبيره عندهم وقت كبير جدا ان هم يعملوا استمراريه والاستمراريه ان انت بتعمل اسمك او بتعمل تاريخك من الانجازات بتاعتك اما تيجي تقول احنا ما بطلنا باجي انا اقول انا خدت 3 بطولات انا خدت 4 بطولات فهو ده انجازاتك فده تاريخك كله فانت انت طول ما انت في الملعب اعمل اللي عليك وحقق كل اللي تقدر عليه